ان شاء الله صح شكرا اما انا نعاود الاجابه مين بريطانيا 2600 هكتار يقعوا في بريطانيا الاجابه صحيحه ولكن بحثت معنا 5000 دينار الفضل ممثل شركه رامي والراكي الاخ علي باش يمدك هذا الشاك هذا الصك العملاق مبروك عليك كافايلي اول لا الاول لا في البروسيه هكا في كان ذلك عام هذا هو السؤال اللي كنحب تجاوبونا عليه اللي جاوبنا يربح معنا 5000 دينار اللي ما جاوبناش نعطونا هذه السؤال وين في سباق الخيل في تيارت سنة 1964 1964 الإجابة خاطئة ومع ذلك كربحت معنا التيشيرت اللي تفضل ممثل شركة رامي باش هذه كانت الهدية نشكر شركة هذه رامي ونشكر شروق تي في 1968 1968 الإجابة صحيحة ولكن يزيد معنا 5000 دينار يتفضل ممثل شركة رامي باش يمثلك الهدية تاعك ميرسي الله يبارك جوز ويزيد عليه ما نشوفش 5000 دينار جزائري مدة من طرف رامي بس السيدة الكريمة ميرسي مدينة يارت أو جنة الحصان الأصيل ولحظنا ميراج الوطن الحصان الأصيل أنا ما أكذبش عليكم خلاص الصيف دخل لازم نروح للبحر دي بازا أضرب أضرب السلام عليكم البلاد